بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامسي يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. تقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. قد توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هذه الاتهامات الكثيرة التي تهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الأقوام مع أنبيائهم يتهمونهم به مثل هذه التهم. الحمد لله. وبعد، في قوله جل ذكره: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى قوله جل وعلا: أم لهم إله غير الله، كل هذا يناقش مسألة لما اعترض كفار قريش على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر الله جل وعلا اتهاماتهم سواء القولية أو الفعلية أو من طوت عليه قلوبهم كما سيأتي، وسأتحدث إجمالا عن هذه الآيات بما ينفع الناس بإذن الله. قال أصدق القائلين: فذكر أيها النبي الخاتم والرسول المجتبى، فما أنت بنعمة ربك، بما آتاك الله جل وعلا إياه من نعمة النبوة، بكاهن ولا مجنون، فنفى عنه الكهانة، وهو ذلك الذي يرى الرأي من الجن فيؤتيه الكلمة فيقولها على هيئة كلمات ذات فواصل يغلب عليها السجع، تقع في قلب صاحبها دون أن تحمل من الحقيقة شيء. والجنون قيل إنه تخبط الشيطان، وقيل غير ذلك وهو أولى، لأنه لا يمكن حصر الجنون في شيء واحد. والشعر معروف، وقد كانت العرب تتفاخر به ولها أسواقها المعروفة. يقول حسان: سأنشر إن حييت لهم كلاما ينشر في المجنة مع عكاظي. والمقصود نفي هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان علو مقامه. فقال الله جل وعلا: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فنفى الكهنة بأداة النفي ما، ونفى الجنون بأداة النفي لا، ونفى الشعر بقوله جل وعلا: أم يقولون شاعر. فأم كما أنها للإضراب، إلا أنها كذلك للاستفهام الإنكاري. يبقى مسألة قبل أن نتحدث عن ريب المنون، وهي قضية أن الله جل وعلا لم يذكر في هذه الآيات السبب في مدافعته عن نبيه، لم يذكر لما ليس النبي بكاهن ولما ليس النبي بمجنون، وما الدليل على أنه ليس بشاعر. وأجمل ما قيل في هذا أن النظر في حاله صلى الله عليه وسلم كفيل بأن يدفع عنه تهمة الكهانة وتهمة الجنون وتهمة الشعر، فليست حاله حال الشعراء الذين يخوضون في كل واد، ولا في الكهانة الذين يكذبون على الله، ولا المجنون الذي لا يدري ما يصنع، بل إن منتهى الكمال البشري كان في شخصه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أغنت عنه آية أو لفظ: فما أنت بنعمة ربك. قال الله جل وعلا: أم يقولون شاعر نتربص به، ننتظر به ريب المنون. ريب المنون تحتمل أمرين: الموت نفسه أو حادث الدهر. وبكل جاء في لغة العرب، قال أبو ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بنافع من يجزع. وهذا المعنى على أن ريب المنون هو الموت نفسه، لكن الأغلب الاستعمال لغة العرب أن ينصرف إلى حوادث الدهر. قال الأعشى: صدت هريرة عنا ما تكلمنا جهلا بأم خليد حبل من تصل، أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل. فقوله ريب المنون أي حوادث الدهر. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم أي عقولهم، وإنما يسمى العقل حلما
لأنه يمنع صاحبه من هيجان الغضب. وبعض أهل التفسير يرى أنه لا يمكن حملها على العقل، إنما تحمل على الذهن، لأنهم لو كانوا ذوي عقل لما كفروا بالله جل وعلا، وهذا معنى جيد. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أي أن الحق أنهم قوم غلب عليهم الطغيان ومجاوزة الحد، أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله، أي نسب القرآن، يعني ينسبون القرآن إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يكفي في دفعه، أنه لو كان الأمر كذلك يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقوله لكان بمقدورهم هم أن يصنعوه، فهو فرد وهم أفراد، هم جماعات، هم أمم. لكن الله جل وعلا كما هو معلوم تحداهم بالقرآن، تحداهم بآية، تحداهم بسورة، ثم بيّن جل وعلا في آية تقطع الأطماع: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله جل وعلا: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. لذلك قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا من آيات التحدي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يحتمل قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء احتمالات عدة، منها يكون المراد أم خلقوا من غير شيء يعني ليسوا من التناسل، ليسوا من آباء وأمهات، أي أنهم كالجماد، فالجماد لا يتناسل، كل شيء مخلوق لوحده. لما كان الجماد غير مكلف أصبحوا لو كانوا هم خلقوا هكذا من غير تناسل لكانوا غير مكلفين، فمن حقهم أن يعترضوا على هذا النبي الذي يطالبهم بالعبادة، لكنهم هم يرون أنفسهم أنهم خلقوا متناسلين. كما أنهم قد يقال إن من معنى أم خلقوا من غير شيء أي خلقوا لغير شيء، وهذا يعني يدفعه أن الله جل وعلا منزه عن العبث، فالله جل وعلا حكيم. أم خلقوا من غير شيء بل خلقوا لأمر عظيم وهو عبادة الله، أم هم الخالقون وهم يقرون أنهم ليسوا بخالقين، أم خلقوا السماوات والأرض، هل لهم لديهم قدرة، لديهم سلطان أن يكونوا قد خلقوا السماوات والأرض، وهذا هم يدفعونه بأنفسهم. لذلك قال الله: بل لا يوقنون، أي لو كانوا ذوي يقين حق هم يعلمون أنهم لم يخلقوا السماوات والأرض لعبدوا من خلق السماوات والأرض جل وعلا وحده. أم عندهم خزائن ربك، نلحظ هنا في الطور قال أم عندهم خزائن ربك، في صاد قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الفرق بين الحالين أن قلنا في أول اللقاءات في تفسير سورة الطور أن سورة الطور الأصل فيها العذاب، فلهذا حذفت الرحمة هنا. أم عندهم خزائن ربك، على أن عند هنا ليست عند المكانية المعروفة، أما عند هنا بمعنى الملك، عند هنا بمعنى الملك، أي المعنى أم لهم خزائن ربك، ونظيره في القرآن وعنده مفاتح الغيب، أي يملك مفاتح الغيب. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فلما نفى عنهم أن يكونوا ذوي قدرة على السماوات والأرض والسيطرة على رحمة الله جل وعلا، نفى عنهم أن يكون لديهم طريق يعلمون به أين رحمة الله، فقال أم لهم سلم، أي مرقى يرتقون عليه، يستمعون فيه، يفقهون من خلاله، يعلمون منه أن الله تبارك وتعالى لم يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. السلطان هنا بمعنى الحجة، أي يأتي مستمعهم بحجة تثبت أنه بلغه أن الله جل وعلا لم يبعث هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. أم له البنات ولكم البنون، هذا ذكر لما تجرأوا به على الله، نسبوا إلى الله جل وعلا الولد، ثم زادوا الأمر شناعة أن نسبوا إليه أقل الحظ وهو البنات، فهم يتبرؤون من البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكوا على هول أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون. فقال الله جل وعلا أم له البنات ولكم البنون، ثم أتى إلى إضراب آخر، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، هل يمنعهم من قبولك نبيا يصدقون بما تقول ويعبدون الله جل وعلا وحده خوفهم من دفع أجر لك وأنت على يقين أنك لا تطلبهم أجرا على دعوتك إياهم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ونحن نلحظ أن كل ما سلف منتف. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، عندهم الغيب بمعنى لهم الغيب، بمعنى أنهم اطلعوا على الغيب فهم يكتبون ما تقوله لهم ويعلمون أنه لا يوافق ما يخفونه، وقطعا ليس لهم من الغيب شيء. أم يريدون كيدا، هذا انتقال، انتقال إلى ماذا؟ انتقال إلى النوايا. فالحديث في الأول كان إنكار على الأفعال على الأقوال، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون،
كل هذا في الأقوال والأفعال. أما الكيد شيء يضمرونه في أنفسهم، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أي أن كيدهم سيكون وبالا عليهم. متى تجلى أن كيدهم وبال عليهم؟ في معركة بدر. معركة بدر سماها الله جل وعلا فرقان، فيها اضمحل حالهم وانقلب عليهم كيدهم. قال جل وعلا: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. في الأول قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر. حرف أم هنا ورد في هذه السورة إلى هنا إلى قوله جل وعلا أم يريدون كيدا 15 مرة. كم مرة؟ 15 مرة. قال جل وعلا فيها: فالذين كفروا هم المكيدون. قلنا متى وقع هذا؟ وقع في بدر. بدر وقعت في السنة 15 من البعثة، أي بعد أن تم له صلى الله عليه وسلم 15 عاما، لأنه باتفاق أهل التاريخ بدر كانت في السنة 2 من الهجرة، والهجرة كانت على رأس 13 سنة من البعثة. فبعد 15 عاما من تكذيبهم إياه نكل بهم في بدر. هذا ممكن أن يعني يقبل من هذا التوافق، وإن كنت أنا لا أؤمن بلغة الأرقام، لكن هذا التوافق حسن التفات به. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. قطعا ليس لهم إله غير الله، فنزه الله جل وعلا ذاته العلية بقوله: سبحان الله عما يشركون. ما سلف كله بيان أن كل حجة يمكن أن يتمسك بها أهل الإشراك فهي باطلة، لا تقوم على أصل ولا تثبت على قرار. ولهذا نزه الله جل وعلا ذاته العلية عن إشراك هؤلاء القوم به: أم لهم إله غير الله؟ والجواب قطعا لا. فإذا كان ليس لهم إله غير الله حقا، فوجب أن لا تصرف العبادة إلا إليه سبحانه وتعالى. هذه الآيات القصيرة الكلمات ذات فواصل متقاربة تقع في القلب موقع عظيم. قد مر معنا أن جبير بن مطعم لما سمعها كاد قلبه أن يطير. وأعظم ما ختمت به أن نزه الله جل وعلا ذاته العلية: سبحان الله عما يشركون. أما ما بعدها: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، إلى قوله جل ذكره في خاتمة السورة: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فهذا احتمل معنى سيأتي تفصيله، وهو قضية السبب في كونهم ضلوا سواء السبيل، والمطلب من رسولنا صلى الله عليه وسلم حال رؤيته صنيعهم هذا. والعلم عند الله. في مشيئة الله تعالى سوف نستكمل التفصيل في آخر هذه السورة، سورة الطور، في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ، كما نشكر الإخوة المستمعين الكرام إن كانوا معنا في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل، في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جغيان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس.